يا مساء الورد على وردات قلبي متابعين الغاليين، يوم كوليكشن جديد من وين؟ من شركة مجمع الشامل فرع جدة، شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيت. جهزت شهر الخير، حابين تعملوا لمسات بسيطة وأيضا تجددوا في أصغر سفرة طاولة الطعام، وبتحبوا الشعبيات لا يفوتكم الكوليكشن اللي واصلنا، خلوكم معايا نشوفها مع بعض. أهل الجنوب وأهل أول محبين الشعبيات وينكم؟ تعالوا شوفوا معاي الكوليكشن الرهيب اللي وفرناه لعيونكم للنمط العسيري. يا جماله ويا جمال ألوانه ويا جمال تفاصيله، من الأطباق والصواني التقديم الملامين إلى الأكواب الورقية والأطباق الورقية حتى الملاعق التحريك الخشبي، أيضا متوفر، ومناديل السفرة والمباخر، وأيضا مساكة الصواني. التفاصيل الدقيقة جدا اهتمنا فيها لعيونكم. لسه ما غلقنا الزين والجديد اللي وفرناه لعيونكم من تجهيزات شهر الخير، وبإمكانكم أيضا تستخدموه لطول السنة. الطراز القديم، النمط العسيري الرهيب، ما في زي أول، وما في زي زمن أول، وما في زي النقشات القديمة، تبقى لها أثر جميل في قلوبنا. جديدنا أيضا اللي وصلنا النقشة الثانية اللي هي هذه، طبعا بتجيكم ما بين الأطباق الورقية إلى الميلامين إلى صواني التقديم والتحف والفناجين والملاعق حتى مساكة الصواني الحارة أو البيت، وأيضا قواعد الأكواب. أخذتوها زيدوها لمسات بسيطة من قسم التحف والهدايا ببعض الفازات وبتطلع بيرفكت. جديدنا أيضا اللي وصلنا القماش الجميل هذا بعبارة نورنا رمضان، وحتاخذوا المتر وبخمس ريال وخمسة سبعين هللة بس يا بلاش. وصل الزين لعيون متابعينا، أقمشة بفوانيس وبعبارات رمضانية رهيبة. اللي باقي ما فصل الجلابيات يلا تعالوا خذوها وفصلوا أحلى الجلابيات. بإمكانكم تدخلوا معاها الألوان السادة وتحملوا هذه النكشات على الأطراف أو العكس، تطلع جلابية ولا أروع. طبعا حتاخذ المتر بالألوان المختلفة وخمسة ريال وخمسة سبعين هللة بس يا بلاش. اقتربت رائحة شهر الخير، اقتربت نسائم رمضان، الله يبلغنا وياكم يا رب. جديدنا أيضا اللي وصلنا اليوم في قسم التحف والهدايا، التحف المضيئة أو بالأصح الفوانيس، وصلتنا بكذا لون مختلف. طبعا حجيكم المقاس الصغير، القطعة بخمسة ريال وخمسة سبعين هللة. أيضا وصلنا القمر المضيء بعبارة رمضان يجمعنا، الله يجمعنا على الخير دائما وأبدا، وحيكون مع القاعدة بخمسة ريال وخمسة سبعين هللة. الشيء الرهيب والمميز اللي واصلنا أيضا العلب أو البوكسات الرهيبة هذه، شوفوا معايا تفاصيلها تاخذ العقل، مزينة جاهزة مكتوب عليها ثيمات رمضانية مختلفة. طبعا بتجيكم بألوان مختلفة، جميلة للتمور، جميلة كتقديم هدية، جميلة أيضا لقطع الشوكولات والإكسسوارات. وصلتنا ما بين اللي بتجيكم بالشكل هذا، وعندنا هنا الشكل الثاني حيجيكم شاموة، مرة حلوة تفاصيلها. وبكم؟ بخمس ريال وخمسة وسبعين هللة بس. وصلتنا أيضا الشموع أو الفوانيس الصغيرة هذه الميني، حجيكم ثلاثة حبات وبخمس ريال وخمسة وسبعين هللة بجد يا بلاش.
يا عيني يا عيني على دلع أجمل ستات بيوت وأحلى طباخات. إيش رأيكم في العروسة هذه الحلوة؟ متخيلين إنها فرشاة تنظيف صراحة تفتح النفس. خديها وافتحي نفسك لغسيل الصاج أو غسيل المغسلة بكل ارتياح. عاد أنت تتحكمي بلون فستانها الجميل، حتاخذ اللون الأصفر ولا اللون الجميل هذا؟ مرة حلو صراحة، أنا مرة حبيتها. وبتاخذوها بكم؟ ب 5 ريال 75 هللة بس لهذه المزيونة. ومستمرين 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 في دلاعكم يا أجمل المتابعين. جديدنا أيضا اللي وصلنا اليوم الطحانة اليدوية اللي بحبوا طعم البهارات الفريش في الطعام، وبتنفعكم أيضا بشهر الخير، وجميلة أيضا على طاولة الطعام، حتى مقاسها متوسط رهيب. هذه المرة جايتنا كساز، شايفين؟ تاخذوا القطعة بالألوان المختلفة ب5 ريال و75 هللة بس يا بلاش. وداعا للمواقع والكركبة، وأهلا بالتنظيم والترتيب في شركة مجمع الشامل. جديدنا اللي وصلنا اليوم مرة بيحبوا ستات البيوت وأحلى إناث. طبعا هذا المنظم بيجيكم 2 في 1. جميل جدا القطع الصغيرة للجوارب والسكار، جميل جدا في الدولاب تتعلقوا بكل ارتياح أو خلف دورة المياه وانتم بكرامة، وأيضا بإمكانكم تستخدموه خلف الأبواب في غرف النوم. مرة حلو، هنا بيجيكم مقسم وهنا بيجيكم خانات واحدة. طبعا جايين باللون البيج والبينك. بتاخذ القطعة بكم؟ ب5 ريال 75 هللة بس يا وإذا ما دلعنا أجمل متابعين بندلع مين؟ ووفرنا لعيونكم أحدث وأجمل طرق التنظيم عشان بنريحكم أثناء طبخكم واستخدامكم اليومي. منظم رهيب واصلنا لعيونكم اليوم، حتى شكله جدا جميل. طبعا بيجيكم بغطاء بالشكل هذا بلاستيك، والاجمل من هذا كله انه في مسكه من هنا وفي مسكه من الجهه الثانيه، يعني اذا رتبتيه في الدولاب وحابه تسحبيه تاخذي منه اي حاجه بكل سهوله. جميل لادراج التسريحه وجميل للثلاجه وايضا لدولاب المطبخ. يلا رتبوا مطبخكم قدام شهر الخير استقبال له. طبعا بيجيكم 3 ألوان مختلفه. القطعه بتاخذوا بكم؟ ب5 ريال 75 هللة بس يا بلاش. كلنا بنحتاج للمصفى في مطبخنا ومنازلنا وبكثرة، ويا سلام لو يتجدد كل 4 أو 5 شهور. عبوة توفيرية في شركة مجمع الشامل حيكون عبارة عن مصفى بالمقاس المتوسط مع الأداء الجميلة هذه لتعبئة السوائل أو الزيت. اللي بياخدوا علب كبيرة للزيت وحابين يعبي الزيوت أو السوائل مرة راح تفيدكم. طبعا حتاخدوا القطعة مع المصفى بالشكل هذا وبكم؟ ب5 ريال و75 هللة بس يا بنحب نسعد متابعينا، وبنحب نشوفكم مبسوطين، وبنحب نساعدكم على تنظيم وترتيب منازلكم. جديدنا اللي وصلنا اليوم في قسم البلاستيك المنظمات الكتكوتة هذه كيوت
صغيرة مرة حلوة، قوارير الشرطة، قوارير الكاتشب، وأيضا القوارير الصغيرة، وأنا بعطيكم فكرة لها. ممكن الشباصات، الفينكات، التسريحة في الأدراج، وبإمكانكم تستخدموها تدو إيه كمنظمات على طاولة الطعام لعلب الموكا والتوزيعات. طبعا حتجيكم مقاسها صغير، حتاخدوا 3 حبات بالشكل هذا ب5.75 ريال هللة. وتقديماتك دائما مميزة، دائما جميلة، بمشاركة منتجات شركة مجمع الشامل. أحلى ستات بيوت، تعالوا شوفوا معايا المنتج الرهيب اللي وفرناه لعيونكم، لتقديم فخم، لتقديم ملكي. شيال الحالة ب3 طوابق أو بطابقين إكريليك، جميل ورهيب ويفوق الجمال كتقديم لقطعة شوكولات والحالة بالتشيز كيك الميني. جميل جدا للمعجنات والموالح، وجميل جدا لإيه؟ على التسريحة للإكسسوارات. جميل جدا، انت عارفين لإيه؟ لتقديم أجمل هدية لست الحبايب أو من يعز عليكم. ومو بس كذا، وفرنا لعيونكم بالديزاين الثاني اللي هو ديزاين الهلال، بيجيكم ما بين الأقل من المتوسط إلى المتوسط إلى الصغير، وبتاخذوا القطعة وبنفس السعر. ممكن تستخدمه كتقديم هدية، ممكن للمعجنات، وممكن كقاعدة للشموع. لا لا لا، ما اقدر على هذا الجمال والمنتجات الخطيرة اللي وفرتها شركة مجمع الشامل لعيون متابعينا، بتستاهلوا. هذه ايه؟ هذه عبارة عن مزيتها 2 في 1، بإمكانكم تعبوها مزيته في نفس الوقت للخل، وبإمكانكم تعملوا فيها أجمل تحفة فنية. كيف؟ اعملوا هنا الموية الملونة وهنا رمل الملون، واستخدموها كفازة للوردة. شايفين؟ حتطلع بيرفكت. يلا تخيلوها معايا ملونة وجاهزة. عندنا الشكل الثاني اللي هو هذا، نفس الشيء مزيته للخل أو للصوصات، بإمكانكم تعملوا فيها أجمل تحفة فنية لمطابخكم وبتطلع بيرفكت. اعملوا فيها لون احمر وابيض، يا سلام على الشكل. اهلا بالزين، اهلا بالجمال كله لعيون مين؟ لعيونكم انتم فقط. جديدنا ايضا اللي وصلنا اليوم العلاقات الرهيبة هذه بديزاين الامبريلا، طبعا حتجيكم ب4 الوان مختلفة، جميلة لتعليق المفاتيح من باب الشقة، جميلة لغرف أطفالكم لإكسسواراتهم، وجميلة أيضا لإيه؟ للمطابخ لتعليق المناشف الخفيفة. بس انتو زيدوها أكثر بلصق دبل فيس لثبات أقوى. حتاخذوا 4 حبات بالشكل هذا بكم؟ ب5.75 ريال هللة بس، يا بلاش. لا داعي للقلق، بعد اليوم مع شركة التميز والجمال شركة مجمع الشامل. أحلى ستات بيوت وأحلى أمهات، تعالوا شوفوا معي المنتج الرهيب والعجيب اللي وفرناه لعيونكم. أنا صراحة مرة مرة مبسوطة عليه. طبعا هذه شرايح لفصل الملابس الملونة عن البيضة، يعني بعد اليوم ارمي الملابس الملونة مع البيضة وريحي راسك في غسلة واحدة، وضعي شريحة طبعا بتمتص الألوان. حتاخذوها المغلف 30 شريحة بالشكل هذا ب5.75 ريال هللة بس، يا بلاش. انتوا عارفين برا سعره بكم؟ هدفنا رضاكم دائما وابدا يا اجمل متابعين. وفرنا لعيونكم ايش؟ شاشه مكبره لعدسه الجوال، كلنا بنحتاجها اثناء مشاهده اجمل فيلم او مسلسل، وايضا للاطفال المنصه المدرسيه. هذه المره وصلتنا بشكل جدا رهيب، شايفين شكلها كيف؟ روعه. تقدروا تكتبوا الجوال بالعرض او بالطول، وتتحكموا ايضا باللسان الجميل اللي معاها، بتاخذوا القطعه ب5.75 ريال
وإذا ما نبينا طلبات شمس من نتابعن بلفت طلبات مين ورجعت توفرت لدينا من جديد الفواحة الجميلة هذه إلكترونية جميلة جدا على المكتب في السيارة لخرجاتكم لرحلاتكم وأيضا شنطكم طبعا بتنشحن وبتاخذوها بكم ب5.75 ريال هللة بس يا بلاش حتى أجهزتكم الحديثة الكفرات برا حتكون بسعر غالي ومرتفع وشركة مجمع شامل وفرتها لكم بكم ب5.75 ريال هللة بس يا بلاش